شهدت نقابة الصحفيين توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشأن تطوير أوضاع الصحفيين القادمين من قطاع غزة، بالتزامن مع إحياء نقابة الصحفيين المصرية للذكرى 29 ليوم الصحفي بحضور ممثلين عن مجلسي النقابتين. من جهته قال ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين إن الفلسطينيين يكونون كل التقدير لشعب مصر والإعلام المصري، مؤكدا أن نقابة الصحفيين المصرية كانت في مقدمة الصفوف لمساندة الصحفيين الفلسطينيين في الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي. البروتوكول ما بيننا وما بين الصحافة الفلسطينية ده تتويج أو تكريس للتعاون المستمر وما بيننا وما بين نقابة الصحفيين الفلسطينيين. في زملاء لنا كتير من الصحفيين جم من غزة إلى مصر، دول يعني النقابة المصرية بتتعامل باعتبارهم زملاء أعضاء في النقابة، بنقدم لهم من خلال بروتوكول مجموعة من الخدمات اللي بتتعلق بالتدريب، بالعلاج، بغيره من الأنشطة الأخرى اللي بتتعلق بالنقابة. كمان جزء من البروتوكول هو التعاون إن احنا شركاء في تحريك القضايا في الجنائيه الدوليه، وشركاء في تقديم الادله، وشركاء في ما يتعلق برصد الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني. كان يوم تاريخي بالنسبه لنا في نقابه الصحفيين الفلسطينيين، وشهد هذا المقر مقر نقابه الصحفيين المصريين حدثا تاريخيا بتوقيع اتفاقيه استراتيجيه بين النقابتين التي تخدم الصحفيين الفلسطينيين من قبل نقابه الصحفيين المصريين، وتعامل الصحفيين الفلسطينيين المتواجدين الذين جاءوا من غزة المتواجدين على أرض جمهورية مصر العربية معاملة الصحفي المصري. هذا لم يحدث مسبقا، وإنما حدث فقط مع الصحفيين الفلسطينيين. هذا يدل على إرادة كل الشعب المصري وكل الصحفيين المصريين ودورهم ودعمهم الكبير في كل المراحل التاريخية. مصر هذه ليس أول مرة تقف مع فلسطين، مصر عبر التاريخ هي السند الأول للشعب الفلسطيني وهي الداعم الأول وهي العمود الفقري في الأمة العربية التي بالنسبة لنا كفلسطينيين.